السلام عليكم. خلق الله تعالى الناس وبين لهم تعاليم دينه وقال لهم: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأما الكافرون ففي جهنم لا أسف عليهم، وأما المؤمنون ففي الجنة خالدين فيها أبدا. ولكن ماذا يحل بالمؤمن العاصي والذي أدخلته ذنوبه إلى جهنم؟ في هذا المقطع سنروي لكم قصة المؤمن العاصي الذي دخل النار ثم تحدث مع الله تعالى فقال أمرا جعل رب العزة يضحك له. فماذا قال؟ تابعوا معنا. ولكن قبل البدء بالمقطع لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الإعجاب. إن الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة كثر، وهم كل من دخل النار من عصاة الموحدين، فإن عقيدة أهل السنة أن كل من مات على التوحيد فمصيره الجنة، وإن دخل النار بسبب ذنوب ارتكبها فإن ذلك لا يقتضي تخليده في النار. والدليل على ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله تعالى على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، أي لعلك إن أخرجتك من النار أن تطمع وتسألني أكثر. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا رب، قربني إلى باب الجنة. فيقول تعالى: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم، ما أغدرك. فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: ربي، أدخلني الجنة. فيقول تعالى: أوليس زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: يا رب، لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له: تمنى من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمنى من كذا، فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. أما قصة الرجل الذي أضحك الله عز وجل فقد رواه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول تعالى: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول: أي رب،
أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول تعالى: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول تعالى: يا ابن آدم، ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول تعالى: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. وهذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا منها وأقل المؤمنين حظا، ومع ذلك يعطيه الله تعالى ما يساوي الدنيا ومثلها معها. فما بالكم بأهل الصلاح والأولياء؟ من المؤكد أن الإنسان لن يقوى على تخيل عطاء الله عز وجل لأوليائه وعباده الصالحين في الجنة. ولذلك فقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد يسأل أحدنا: من هو أدنى أهل الجنة؟ وقد سأل نبي الله موسى ربه عن أقل أهل الجنة منزلة، كما روى ذلك الإمام مسلم. وهذا الرجل يأتي بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة فيقول لله: كيف أدخلها وقد أخذ كل شخص مكانه وامتلأت؟ فيقول الله له: لك مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت. فيعطيه الله 10 أضعاف من ملوك الدنيا وكل ما تشتهيه نفسه وتلد عينه. ومن أكرم من الله عز وجل؟ اللهم أبعدنا عن النار وأدخلنا الجنة بسلام واجعلنا خالدين فيها أبدا. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك بالقناة. ودمتم بحفظ الله ورعايته.